كلمة واحدة، العالم كله حزين علشان البابا شنودة ساب الأرض وراح للسماء. أكيد سابنا، بس إحنا حزانة كلنا، لأن البابا شنودة مش خسارة للمسيحيين بس، لأ ده خسارة للعالم كله. اللي حصل ده طبعا فقدان رمز كبير قوي في الكنيسة القبطية وفي العالم كله. ناس كتير قوي مسلمين ومسيحيين يعني هيفتقدوا رجل يعني قل يندر وجوده. البابا شنودة مش مجرد بطريرك عادي، بابا شنودة كلمة وحكم وروح وحياة. احنا فقدنا أب عزيز جدا علينا، يمكن عزيز على العالم كله. احنا فقدنا أحلى حاجة حلوة في مصر، أحلى حاجة حلوة كانت بقيانا في أيامنا الصعبة قوي قوي. احنا عزائنا أنه هو في السماء، وأنا بعز الشعب المصري كله بقول لهم متحزنوش، احنا أبونا دلوقتي بينا شفيع تاني زي البابا كرولوس في السماء، هو بروحه معانا دلوقتي. احنا فقدنا احن اب علينا في الارض، فعلا فقدنا بابا مش هيتعود تاني على الارض، مش هيتعود. احنا فقدناك قدس بابا وكل الشعب اللي بتحزن عشانك، مسيحيين ومسلمين، واحنا في حاله حزن جامد، ربنا يعزي قلوبنا. Thank you.